طبعا نروح على افراح وعلى بطولات النادي الاهلي وتحديدا الفريق الاول لسيدات كره السله بالنادي الاهلي اللي حابين طبعا نبارك لهم بعد ما توجوا بكاس مصر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجه 82-80 في المباراه اللي جمعت ما بينهم امبارح. كان طبعا كابتن محمود الخطيب حريص على تهنئه الجهاز الفني وكل لاعبات الفريق الاول لكره السله بمناسبه الفوز ببطوله كاس مصر، واشاد بالاداء المتميز للفريق وبالروح العاليه للاعبات النادي الاهلي، واكد تقديره للجهود الكبيره اللي بذلها الجهاز الفني واللاعبات على مدار مشوار البطوله، واشار الى ان الفوز ببطوله الكاس تعتبر خطوه طيبه، ولكن الفتره القادمه هتحتاج الى جهود مضاعفه على كل المستويات لاسعاد كافه جماهير النادي الاهلي العظيم. خلينا نقول شخصيه الاهلي، يعني هي دايما كانت بتبقى شخصيه الاهلي ظهرت بشده خلال المباراه وخصوصا في اللحظات الاخيره عشان يتمكن الفريق هنا من حسم اللقب. فريق فعلا زي ما بيتقال استحق التتويج بالبطوله بعدما نجح في مواصله عروضه القويه، وبالفعل الحصول كمان على البطوله انجاز كبير جدا ان الفريق لن يتنازل عن التتويج بكل البطولات هذا الموسم، طبعا حاجه تسعدنا جميعا، كلنا فخورين حقيقي خصوصا انه يتصدر هنا بطوله الدوري، وجميع اللاعبات بذلوا مجهود كبير جدا طوال الموسم، واحنا يمكن كنا خطوه بخطوه معاهم في 10 صبح في الاهلي وبنعمل تغطيه لكل الخطوات اللي قاموا بيها، وكمان تقديمهم لافضل ما لديهم واعضاء كمان الجهاز الفني اللي بذلوا مجهود كبير جدا وجبار خلينا نقول مع الفريق هذا الموسم.